أعلنت وزارة الداخلية الانتهاء من استعداداتها لتأمين عملية نقل مركب الملك خوفو مركب الشمس من المنطقة الأثرية بالهرم إلى المتحف المصري الكبير من خلال إجراءات مكثفة لتأمين خط سيره بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث، حيث تقرر التحرك من داخل المنطقة الأثرية بالهرم لبوابة الخروج بطريق الفيوم اليوم من الساعة 6 مساء حتى 7:30، ثم البدء في التحرك خروجا من المنطقة الأثرية في تمام الساعة 9:30 في اتجاه المتحف المصري الكبير، الأمر الذي يستلزم تنفيذ بعض التحويلات المرورية بنطاق الإدارة العامة للمرور، وذلك على النحو التالي: التحويلة الأولى، القادم من الفيوم ومتجه إلى ميدان الرماية يسلك نفق أسفل طريق الواحات فيمينا للمطلع الدائري المؤدي إلى اتجاه المريوطية، والاستمرار في السير اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبيني للوصول لمناطق ميدان الرماية. التحويلة الثانية، القادم من طريق الأسكندرية الصحراوي متجه إلى ميدان الرماية يتم الصعود لمطلع الطريق الدائري من مناطق الكيلو 4.5 والاستمرار بالسير والنزول اتجاه منزل المريوطية أو منزل اللبيني، واستكمال السير والدخول لوصلة المريوطية فالمنزل المؤدي إلى شارع البحر الأعظم وصولا لميدان الرماية. التحويلة الثالثة، القادم من أعلى الزراعي ووصلة المريوطية من أعلى الدائري ويرغب في النزول يسارا اتجاه ميدان الرماية يسلك المنزل المؤدي اتجاه طريق الأسكندرية الصحراوي والدوران والعودة من فندق الواحة باتجاه الدائري والصعود من المطلع الأول للطريق الدائري والنزول اتجاه منزل المنصورية أو اللبيني باتجاه ميدان الرماية.